في المرمى طابت أوقاتكم. لماذا انسحب الحزم وهل يتلقى عقوبة أخرى غير خسارة المباراة؟ القصة كاملة يرويها رئيس الحزم ورئيس لجنة المسابقات. 8 أندية تتوزع مقاعد الجولة 22، السومة ومضوي ينتزعان الأفضلية. لاعب الوحدة الكاميروني يروي حكاية الحادث المروري. ورئيس الاتحاد العراقي بعد قرعة المونديال في حادث خاص للعربية يقول نريد اللعب في إيران. السلام عليكم. أكد رئيس الاتحاد العراقي أن منتخب بلاده سيلعب كل مبارياته في التصفيات الآسيوية على الملاعب الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن ينسحب على مواجهة السعودية. خيارات كثيرة كان عندنا، خيارنا قطر، خيارنا لبنان، خيارنا كان أردن. أنت في قطر إذا اختارينا قطر يعني المنتخب الإماراتي، جماهير الإماراتية والجماهير السعودية بدون فيزا يدخلون إلى قطر، والعراقيين ما نقدر يعني مشجعين يدخلون إلى قطر بدون فيزا. اتصلت بسيد هاشم رئيس الاتحاد اللبناني، ما عندهم ملاعب لاستضافة المنتخب. أيضا أردن أكو بطولة كأس العالم للناشئات في أردن، أيضا ملاعبهم يستلمون الاتحاد الدولي خلال هاي الفترة. أيضا أردن ما ممكن أن نروح على أردن. خيارنا الوحيد هو الإيران، البقاء على جميع مبارياتنا في إيران. أتمنى السعودية منا لثلاث أشهر أن تهدأ الأمور سواء كانت سياسيا أو رياضيا مع أشقائنا الإيرانيين، وحتى يجون هناك يلعبون، والعراقيين يروحوا للسعودية. إذا صارت الوضع نفس الشيء تبقى قرار الاتحاد الآسيوي. احنا اختارينا ملعب الإيران، إذا السعودية اختار غير السعودية ملعب آخر يلعب معانا، واحنا أيضا من حقنا أن نختار أيضا ملعب آخر بديل عن الإيران مباراة مع السعودية، بشرط العراق أن لا يذهب إلى السعودية لمباراة الإياب في السعودية، لأنه لازم أرض معايد بالنسبة لنا مبارتين، بالنسبة للعراق وبالنسبة للسعودية في حالة عدم موافقة أشقائنا السعوديين. ولكن ما أتمنى هم يجون للإيران والعراق يروح للسعودية. حديث ربما يحتاج إلى رد من الاتحاد السعودي، كنا قد اتصلنا عليهم للتعليق على هذا الحديث لكن لم نلقى استجابة هذه الليلة، ربما في أيام مقبلة. في ملف آخر، تأهل اتحاد جدة للدور نصف نهائي الكأس بقرار إداري بعد تخلف فريق الحزم عن الحضور في موعد مباراة الفريقين التي كانت مقررة في جدة. مباراة الاتحاد والحزم حالة خاصة، حالة استثنائية. تعالوا نشوف ما قبل المباراة المفترضة. بسألك، مو تصريح، في جمهور ولا ما فيه؟ بس جيت أبي أشوف المباراة، أتوقع إنه ما في مباراة. قريت اليوم في الإعلام في مباراة ولا ما في؟ ناس يقولون في مباراة وناس يقولون ما في مباراة. والله جاينا عشان نتفرج المباراة. أيوه، وإن شاء الله الفوز الاتحاد. يقولون ما في مباراة. لا ان شاء الله في مباراه، احنا امس جينا وقالوا ما في مباراه، واليوم حاضرين بدري كمان قبل المغرب كمان اصلا، بس جمهور ما في، وحس حاربنا محاربه بس عشان نيجي اليوم، بس ما في بكره عندنا اختبار، يعني لا طياره جات ولا جمهور. تعالوا نشوف الموظفين اللي موجودين في شباك التذاكر، يبدو ما في احد. Nobody inside. هذه المنطقة في مباريات الدوري أو مباريات الكوس غالبا ما تكون مزدحمة بالجماهير، في هذا المساء تبدو خالية.
عادة هذه المدرجات لا تهدى من الأهازيج، هذه المرة هدوء رهيب. يقولون في المثل الشعبي ليالي العيد باينة من عصاريها. تعالوا نشوف المطاعم اللي دائما في مثل هذه المباريات تعج بالجماهير والمبيعات. في هذا المساء سكون عجيب رهيب، قائمة بدون زبائن. صراحة غير العادة، لقيت المدرج فاضي، الملعب فاضي، كل فاضي. الاتحاد اليوم جمهور الاتحاد ما هو في يومه بالمرة، جمهور الاتحاد المفروض يعبي المدرجات فل، تلقى 60,000 سوري حتى لو ما في. والله اللي صار ما في جمهور غير احنا في الملعب كله. احنا جايين ايش الهرجة ما ندري؟ بس جايين احنا عشان الاتحاد. الوفاء الوفاء. كيف المدرج؟ والله قاعدين ندور باب ندخل منه، المدرج ما في. ضارب 750 كيلو عشان الاتحاد وما فيش اتحاد. جايين من جازان نبغى نشوف المباراة، وصلنا هنا قالوا نادي الحزم ما جاء. طبعا احنا حضرنا كحكام مكلفين المباراة، وحضرنا تم التشيك على فريق الاتحاد هو اللي كان متواجد في غرف اللاعبين، وبعد يعني بدأ الوقت المحدد للمباراة نزلنا الملعب وأعطيناهم طبعا 20 دقيقة بعد انتهاء الوقت، قمنا بمغادرة الملعب، وبعد ذلك قمنا يعني بكتابة التقرير ويتم رفعه للاتحاد السعودي ويتخذ الإجراء اللازم في هذا الحادث. وأيضا مراقب المباراة كتب كل المراقب المباراة الإداري ومقيم الحكام كتبوا كل الأحداث اللي صارت. مباراة اليوم احنا كلجنة حكام مكلفين في مباراة الاتحاد والحزم في كأس الملك، حضر الحكام وحضر مقيم الحكام ونزلنا الملعب ووجدنا الاتحاد والحزم ما كان موجود، أعطيناهم 20 دقيقة، ما حضر فريق الحزم، خرج الحكام، انتهى دورنا احنا كذا. في عندنا تقريرين، في تقرير الحكام المباراة وتقرير آخر اسمه تقرير أحداث المباراة. احنا كلجنة حكام نرفع تقرير أحداث، أنا كمقيم حكام أرفع تقرير اسمه تقرير أحداث المباراة باللي حصل، إنه الاتحاد موجود والحزم غير موجود، وليش الحكام ترفع للجهات المعنية في الاتحاد. وعبر الهاتف يلتحق بنا عبد الله المقحم رئيس نادي الحزم. سيد المقحم أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. مساء الخير، أهلا وسهلا. أسألك أولا، لماذا لم تحضروا للعب المباراة؟ والله السؤال يبيله يعني جواب طويل. تفضل خذ وقتك. يعني كالعادة كانت رحلة النادي يوم الاثنين الساعة 46 دقيقة من مطار الأمير نايف في منطقة القصيم. نعم. كانت أجواء المنطقة الأجواء المناخية غير جيدة. نعم. وصلنا المطار، ننتظر الصعود للطائرة. تأخر الصعود إلى الساعة 7:30. بعد ركبنا الطائرة، وبعد المكوث في الطائرة تقريبا لمدة ساعة كاملة أخبرنا كابتن الطائرة بأن لا يمكنها الإقلاع نظرا لأحوال المناخية. جميل. نزلنا مرة ثانية لصالة المطار، حددوا لنا موعد مادي الساعة 9. أي في نفس يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء الحين، للحين إحنا نحكي في الثلاثاء. لا نحكي يوم الاثنين. يوم الاثنين قصدي. نعم. على الموعد. أي الموعد السابق. على الموعد الأول من مباراتنا الثلاثاء. أي صحيح. انتظرنا الساعة مساء الاثنين الساعة 9. نعم. برضه بعد ما جت الساعة 9 أخبرنا الأخوان إنه برضه تم التمديد إلى الساعة 11:30. نعم. انتظرنا برضه في المطار، تخيل أستاذ برتال في المطار وأجواء مناخية وغبار. تعليق رحلات والمسافرين يعني. نعم. حالة لا يعلم بها رب العالمين. نعم. انتظرنا، قالوا الساعة 11:30 موعد ثالث. نعم. نعم. وإن شاء الله يكون يحيي. برضو انتظرنا في المطار حتى الساعة 11:30. نعم. للأسف بعد ما جت 11:30 قالتنا المدير المناوب يا أخوان نصدر علينا، قالوا سوف يصدر بيان من الناطق الإعلامي للخطوط السعودية. ممتاز. أن الرحلات تتمدد إلى الساعة 2 واحتمال ما تغادر. ممتاز. طيب وبعدين رجعتوا للنادي؟ بعدين لا لا لا، تخيل من الساعة 5 العصر قبل موعد إقلاع الرحلة كنا موجودين الساعة 5 العصر بالمطار. حلو. الآن 11:30 الأخوان يتكلمون على تمديد إلى الساعة 2 في الليل. طيب بعد منتصف الليل عفوا. حلو. نعم.
بعد ما قالوا لنا الساعة بعد الساعة 2 بعد نصف الليل دخلت على المناوب المدير المناوب وقلت أبي إشعار أو تقرير عن التأجيل عن الأحوال الحالية. نعم. أعطانا أولا تقرير بأن جميع الركاب قد ركبوا الطائرة وبعد ساعة وقوف بعد ساعة من الطائرة تم إنزالهم. القرار الإشعار الآخر أن الرحلة كانت 46 دقيقة تأجلت عدة مرات في النهاية تأجلت حتى إشعار آخر. جميل. طيب الرحلة ما طلعت يوم الاثنين. طيب أجل الاتحاد السعودي لكم المباراة إلى يوم الأربعاء. ليش ما طلعت الثلاثاء؟ مشينا إحنا المحافظة راس يوم الثلاثاء إجراء احترازي بعد ما تم التواصل مع أستاذ أحمد العقيل نائب رئيس لجنة المسابقات. نعم. قال بينا أنا بحثك على لائحة أمامي اللائحة تؤخر المباراة 24 ساعة كشكل احترازي من نادي الحزم. أي. وبناء على اللائحة. فقمنا مع الخطوط السعودية صباح يوم الثلاثاء. جميل. نريد الطائرة للبعثة في نادي الحزم يوم الثلاثاء عدد 30 مقعد تقريبا. جميل. كان الكلام هذا الساعة 11 يوم الثلاثاء ردوا علينا الساعة 1:30 الظهر. أي. ورونا للأسف اعتذار عن إمكانية الحصول على هذا المقاعد. هذا مكتوب ولا بس مكالمات؟ لا 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 مكتوب مكتوب عندكم مكاتبات يعني. اي نعم. ممتاز. طيب انا عندي سؤال. تخيل لا عفوا تخيل حتى الساعة 1:30 ظهرا احنا نخاطب الخطوط ما لم يصلنا شيء من الاتحاد السعودي. ممتاز. طيب وصلنا خطاب من الامين العام للاتحاد السعودي الاستاذ احمد الخميس فاكس الساعة 3:47 دقيقة بالتحديد العصر يفيد أن المباراة تأجلت 24 ساعة وأن الموعد الجديد يوم الأربعاء. حلو. بناء على خطاب الأمين عدينا خطاب عليه ملحق به خطابنا للخطوط واعتذار الخطوط عن إيجاد أماكن شاغرة. حلو. وأرسلنا للأمين العام الأستاذ أحمد الخميس. طيب تخيل أستاذ بتال. طيب تخيل أستاذ بتال. أبغى أسألك أنا الحين أبغى أسألك سؤال بس بقاءكم في المطار من الظهر زي ما قلت إلى الساعة 2 بالليل طبعا المنطقة كانت تمر بأحوال جوية صعبة تعطلت فيها كثير من المصالح الحياتية. أبغى أسأل بس سؤال، هل هذه الأشياء كنتم مصورينها فيديو؟ صورتوها؟ وثقتوها؟ لا فيديو، صور عادية. طب ليش ما صورتوها فيديو عشان تقدمونها؟ عشان يصير توثيق. يا رجل مصلحة الأفراد معلنين وقليل في المطار. لا أتكلم على وجودكم بقاءكم في المطار وكل هذه الأشياء اللي ما صورتوها وثقتوها ليش؟ لا موجود صور موجودة لكن فيديو لا صور ما. موجودة صار بالتالي. الآن مصلحة الأفراد محذرين أن يوم الاثنين تمر منطقة القصيم بأحوال جوية مناخية. صحيح. طيب أنت تعتقد بأنكم تستحقون اليوم تخسيركم المباراة؟ السؤال يطرح نفسه أستاذ بتال. أنا أسألك الآن تعتقد بأنكم تستحقون ولا ظلمتم؟ لا والله ظلمنا حقيقة ظلمنا. طيب سؤال آخر، هل اتصلتم بإدارة نادي الاتحاد لحل الأمر وديا بحيث أن يكون هناك اتفاق بين الناديين لتأجيل المباراة حتى إشعار آخر مراعاة لظروفكم؟ هل اتصلتم بهم؟ ممتاز. سؤال مهم. أنا جميع مداخلاتي الإعلامية أستاذ بتال في هالقضية بالذات أنا لم أذكر نادي الاتحاد. نعم. الموضوع ما فيه بناء هذا السؤال أحد الحلول التي أخبرونا بها لجنة المسابقات. نعم. أنكم يا نادي الحزم إذا استطعتوا أن تتفاهمون مع نادي الاتحاد على التأجيل وأرسلتونا خطاب مشترك من الناديين نادي الحزم ونادي الاتحاد. ما عندهم مانع. على التأجيل ما عندنا مانع. طيب. نادي الحزم حريص كل الحرص أن يلعب وأن يتواجد في هذه المباراة. طيب. يعني. استغلنا فرصة وبالمناسبة للمعلومية نادي الاتحاد وفي هذه الجولة بالتحديد في هذه المسابقة وفي هذه المباراة طلب منا تقريبا قبل شهر اتصل بإبراهيم بلوي رئيس النادي يطلب موافقة نادي الحزم على تقديم هالمباراة قبل شهر يتحدث للتفرغ وللبطولة الآسيوية وكذا يعني لمصلحة نادي الاتحاد. طيب والمقصود يعني القصد الهدف الحقيقي كان لرفع الإيقاف عن مونتاري قبل الديربي.
عاد هذا الشيء رجعنا لا يعني حتى يقضي مدته مبارتين يعني هذا شيء مو بسر يعني معنا ما نقول سر ممكن اثبت السؤال تقديرا وللتعاون العام اللي بين الانديه وتقديرا على هذا الاتصال اي وبعد مشاورات اعضاء الشرف نعم ادينا الموافقه علما بان نادي الحزم وخلال الدوري الدرجة الأولى كان الأسبوع الذي اقترحه الإخوان في نادي الاتحاد كان وقت توقف لدوري الدرجة الأولى طيب. يعني حسبنا حتى بالتوقيت اللي يناسبهم طيب. أبدينا الموافقة أرسلنا خطاب وأرسلت وردينا عليه خطاب وصلحنا خطاب مشترك من نادي الحزم ونادي الاتحاد إلى الاتحاد السعودي جميل والاتحاد ما وافق اتحاد الكرة السعودي رفض ممتاز السعودي رفض هالطلب ممتاز طيب هالمرة ليش ما عديته خطاب مشترك بعد والله الآن يحز بالنفس يا سيد بتال علما أن لجنة المسابقات حددوا وأبدوا موافقة على تقديم مباراة هجر حتى تكون مباراة الحزم في نص الأسبوع حتى يكون عندهم وقت يلعبون في البطولة الآسيوية جميل اجريت اتصال مع ابراهيم بروي رئيس الاتحاد ومع منصور اليامي مدير الكره كل شخص حقيقه للاسف اقولها للاسف يرمينا على الثاني يعني ابراهيم بروي يقول شوف المنصور اليامي منصور اليامي يقول شوف بالاخير عرفنا ان ما عندهم استطاعه انهم يجلون مباراه تحججوا طبعا بان مدرب الفريق رافض هالفكره التاجيل انه عنده ضغط مباريات اقولها للاسف نادي الاتحاد لم يقدر نادي الحزم ولا حتى أعضاء شرف نادي الحزم اللي تواصلنا معهم وتواصلوا مع الإخوان للأسف أقولها ما تعاونوا معنا طيب الآن بالنسبة لكم القضية محسومة خلاص يعني أنتم ما أقول موافقين أنتم خلاص قنعتم بأنه تم تخسيركم المباراة بقرار إداري وأنه خلاص ما عندكم مطالبات ما حترفعون احتجاجات ما عندكم أي شيء لا استاذ بتال كنتيجه اعتقد ان انتهت بعد صافره الحكم بعد ما نزل الملعب اليوم أي. ولكن كحق للنادي كحرص من النادي ان يتواجد في هالبطوله الغاليه التي حرم منها ابناء نادي الحزم الذي كنا حريصين كل الحرص ان نكون متواجدين في هذا اللقاء الان امنا بالله سبحانه وتعالى ثم بالاستاذ رئيس الهرم الاستاذ احمد عيد ابو رضا اليوم ارسلت خطاب اي مرفق به جميع المخاطبات التي حصلت من المطار القصيم او من الخطوط جميل الفرقية. جميل الان جميل. الان اوراق النادي في الثبوتات الكامله امام طاوله احمد عيد نرجو استاذ احمد عيد رجاء يا استاذ احمد عيد ومنسوبي نادي الحزم جميعهم انك تنظر لهالقضيه من جميع الجهات صح تعيد حق نادي الحزم شكرا جزيلا عبد الله المقحم رئيس نادي الحزم شكرا على هذه التوضيحات من الرياض مباشرة يلتحق بنا الدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أهلا بك دكتور أنا خشيت دكتور أنك أنه طولنا عليك بس فنعتذر بس كان توضيحات رئيس نادي الحزم مهمة أولا قبل ما أسأل أي سؤال عندك أي تعليق فيما سمعت والله عندي بعض التعليقات تفضل. بسيطة يا أخوي تفضل. بتال لو سمحت لي تفضل بالنسبة أول شيء أحييك يا أخوي بتال وحي أستاذ عبد الله المكحم رئيس نادي الحزم وجميع المشاهدين بالنسبة لمباراة الحزم والاتحاد طبعا الرحلة كانت الساعة 7:15 وتأخرت الرحلة للساعة 9:00 وأعطوهم موعد الساعة 2:40 كلمنا احنا طبعا الخطوط السعوديه اعطوا اشاره بالسماح بس بالاقلاع من الساعه 2:05 تقريبا الرحله اقلعت الساعه 2:40 اي صباحا بدون بعثه الحزم الاستاذ احمد العقيل كان بدون بعثه الحزم الأستاذ أحمد العقيل كان متعاون مع الأخوان في نادي الحزم وكان مكلف من اللجنة متابعة نادي الحزم نظر الظروف المناخية وكان متواصل مع الأخ زهير الأخ إداري الفريق نعم طبعا شيء لما الرحلة تتأخر نحن نأجل الرحلة 24 ساعة على أن يقلع الفريق للجدة وحتى لو وصل الصباح مثلا أو الفجر الرحلة حتتأخر الصباح لكن نلعب بعد 24 ساعة اللي هو يوم الأربعاء نعم
أضرب لك أمثلة مثلاً يا أخوي بتال، العام الهلال التعاون والهلال والتعاون تأخرت رحلة الهلال من الساعة 9 وطلعوا الساعة 1 صباحاً وأخرنا مباراة التعاون ساعتين، ما نحق أن نأخرهم 24 ساعة. الأهم من هذا يا أخوي بتال أن الخطوط السعودية لابد أن تعطينا أنا ترى صوتي متراجع معي. لا معلش إحنا نسمعك منصتين لك، تفضل ما تكلمت أنا، تفضل. طيب بالنسبة للخطوط السعودية لابد تعطينا إلغاء للرحلة، إذا أعطتنا إلغاء للرحلة فإحنا نأجلها في وقت يحدد الاتحاد السعودي. نعم. إذا لم تعطينا تأجيل للرحلة فيكون هناك نعطيهم 24 ساعة على يسافروا خاصة، سواء كان بر أو كان سواء رحلة قاعدة الساعة 2-3 صباح على أن ينامون ويلعبون بعد 24 ساعة اللي هو يوم الأربعاء. جميل. طيب بالنسبة لكم الأمر محسوم تماما الآن والقرار صحيح من كل جوانبه بإذن الله؟ بالنسبة لنا طبعا هو الموضوع حال لجنة الانضباط. نعم. بالنسبة للمسابقات أنتهى الأمر لحد الآن. نعم. ويحال الموضوع بكرة غدا إلى لجنة الانضباط. جميل. طيب هل الأمر يحتمل عقوبات أخرى على نادي التعاون إذا ثبت بأنه منسحب؟ شوفوا العقوبات، بالنسبة للعقوبات هي عقوبات لجنة الانضباط المكتوبة، لجنة الانضباط هي العقوبات اللي بتتنفذ، لكن ما في عقوبات إضافية. طيب مع يعني أنا قرأت في بعض اللوائح أو اللائحة عندنا تأجيل المباراة لظروف خارجة عن الإرادة 24 ساعة، هذا كلام جميل موجود في اللائحة، لكن هذا ينطبق على فريقين في مدينة واحدة إذا كانت الظروف المناخية لا تجيز لعب المباراة أو شيء، لكن فريقين في مدينتين مختلفتين 24 ساعة لا شيء، لا تكفي للطيران، لا تكفي للتجهيز الفريق حتى بدنيا، يعني أنهم ينامون كويس ويلعبون مباراة، ف 24 ساعة لا تكفي، يعني لماذا لم تؤجل المباراة حتى إشعار آخر، خاصة أنه الفريقين في مدينتين بينهم على الأقل يعني 8 ساعات بر، ساعتين طيران أو ساعة ونصف طيران. صدقني يا أخوي بتال لو كل طيارة تأخرت أجلنا الدوري كاملة، لكن هي اللائحة محطوطة 24 ساعة بحيث أنه ما يلعب مع الأندية في 12 في أبريل، يلعب يوم 13 والأربعاء، نعطيها راحة زيادة 24 ساعة. أنا بضربك مثال مثلا العام نادي النجوم كانت رحلة تأخرت وراح للنجران حوالي 1700 كيلو، طلع من المطار عشان حريص أن يلعب المباراة، راح ولعب في نجران وكسب المباراة وعطينا 24 ساعة بدل ما كانت الخميس كانت الجمعة. أنت أخبر مني رياضيا، يمكن برشلونة عام 2010 لما كان هناك ببركان راح 7 ساعات راح إيطاليا لعب مع مباراة هناك أبطال أوروبا. هذه اللائحة يا أبو سبتال إذا كنا نبغى نطبق اللوائح والأنظمة، واللوائح والأنظمة صدقني أنها مطبقة على جميع الأندية. جميل. طيب هل تأكدتم من المخاطبات الموجودة بين نادي الحزم والناقل طيران؟ طبعا شوف أن نادي الحزم طبعا هو خاطب، بالنسبة خاطب الخطوط السعودية توفير رحلة بيوم الثلاثاء، من الصعب توفير رحلة حتى مثل ما قالك، حتى لو توفير 2-3 يمكن ما يلقى، لكن هو لو طلع في الرحلة اللي كانت الساعة 12:40 وأجلنا له يوم زيادة ما كان في إشكالية. لكن وقال الأستاذ عبد الله أن أخرنا الخطاب للساعة 3:47، صحيح كان هناك تواصل مع أعضاء شرف نادي الحزم قالوا أخروا الخطاب حتى يكون هناك تواصل مع نادي الاتحاد، يمكن يجب موافقة الفريقين، وقلنا ما عندنا مشكلة في تأجيل المباراة، وحتى أبدينا استعدادا نقدم مباراة هجر لهم. ما عندنا مشكلة في الموضوع هذا. جميل. حتى تلعب المباراة برضو هذا اللي كان التواصل معنا مع الأستاذ عضو شرف النادي. طيب جميل. هذا اللي كنت بقوله. طيب دكتور بنغلق هالملف، بس بسألك سؤال خارج الموضوع لأن كنت ما تطلع أبد واليوم سهرناك، ففرصة أني أسألك هالسؤال. برنامج المنتخب والله سهرتني أنا، العادة أنا الساعة 11 أنوم. أنا عارف أنك رياضي ممارس للرياضة وتنام بدري وكل أمورك رياضية في رياضية، يعني ممارسة وحتى عملا. الله يسلمك.
اي طيب دكتور، بس بسال بيتغير موعد السوبر السعودي الى الربيع، وبيتغير بدايه الدوري السعودي بعد تاهل المنتخب التصفيات، والدوري بيبدا بدري؟ والله شوف الدوري طبعا هو شوف احنا تقريبا حنبدا من مبدئيا من 5 ل 10 اوغست اي الموسم القادم اي. السوبر السعودي طبعا لسه لم يحدد الى الان، لكن طبعا مصلحه المنتخب مصلحه وطنيه، الكل ان شاء الله بيقف معها سواء الاتحاد السعودي او الانديه، كلنا ان شاء الله يهمنا وصولنا لكاس العالم. حيكون هناك برنامج معدل للمنتخب من اخواننا في لجنه المنتخبات، وحيعرض على يكون هناك تعاون من لجنه المسابقات من الانديه، وان شاء الله يكون طريقنا الى ان شاء الله نعم. كاس العالم باذن الله. ارجو لكم التوفيق، شكرا جزيلا على هذه الاطلاله الجميله دكتور خالد، وانت ما تطلع الا نادرا، خشيت اني اعتزل الاعلام وانت ما طلعت معي. شكرا شكرا جزيلا شكراً. دكتور خالد المقري رئيس لجنه المسابقات. وقفتنا الاولى نتابع بعدها. 8 أندية تتنازع مقاعد الجولة في المنتخب المثالي، والسومة ومضوي يتنازعان الأفضلية. أمانة كابيتال مجموعة عربية بمعايير عالمية. أنت في أيدي أمينة مع بريدجستون. وحده فلاش باور بيمنحك أقصى حماية وانتعاش طول اليوم. سعودية.com أسهل. كلما قدت سيارتك تذكر هناك مساحة بحجم اليد هي التي تربط إطارك بالطريق، هذا يعني أنها مساحة من 4 أيدي التي تحملك إلى أهم رحلات الحياة. لذا عندما تقول لأحبابك مع السلامة كن حريصا أن تعود سالما لهم. عندما يتعلق الأمر باختيار إطارات لسيارتك اعرف في أيدي من تريد أن تكون. مع بريدجستون. بابا بابا أنا سويت الحجز، يلا نختار المقاعد. إيش سويت حجز؟ سويت حجز. سعودية.com أسهل طريقة لإتمام حجوزاتك وإصدار تذاكرك وبطاقات صعود الطائرة. 3 جنب بعض، أنا هنا أنت هنا أمك جنبك. أبو نواف يلا رح نشتري شنط. أقول لك هذا يشتري شنط. سعودية.com أسهل. رأيك مزيل العرق بحقق لك النجاح، الشهرة والأضواء، كل هالشي بفضل مزيل العرق؟ أكيد لا، وحده فريش باور بيمنحك أقصى حماية وانتعاش طول اليوم، بس الباقي عليك. نيفيا للرجال، لتكن البداية معك. يبا روح للباب، هو حيجي. مشاركة يا عالمي فوق فوق فوق. ما ترى عنك العالم إذا ما ندري عنه. ها لا يا بوي، ندري عنه ويدري عنه بعد. انت اقرب للناصر مع باقة العالمي، اشترك واستمتع بالعديد من المميزات الحصرية. للاشتراك في الباقة ارسل الناصر الى 1100. ندري عنه يا الحبيب. سوليد من العربية للعود. بابا بابا انا سويت الحجز، يلا نختار المقاعد. ايش سويت حجز؟ سويت حجز. سعودية.com اسهل طريقة لاتمام حجوزاتك واصدار تذاكرك وبطاقات صعود الطائرة. 3 جنب بعض، انا هنا انت هنا امك جنبك. ابو نواف يلا رح نشتري شنط. اقول لك هذا يشتري شنط. سعودية.com اسهل. أهلا بكم من جديد.
الأسبوع 22 من الدوري السعودي حفل بمواجهات هامة جدا، ومحلل العربية اختاروا الفريق المثالي. تحول إلى ديما السائح والقائمة، تفضلي ديما. أهلا بكم مشاهدينا. شهدت القائمة المثالية للأسبوع 22 ظهور اسمين جديدين وحفاظ لاعبين أيضا على مقعديهما للأسبوع الثاني على التوالي. البداية كالعادة ستكون من حراسة المرمى، حيث يعود إليها محمد العويس بعد غياب امتد 13 أسبوعا. حامي عرين الشباب دافع وببسالة عن شباكه أمام هجمات لاعبي الهلال رغم خسارة فريقه بهدف. يجاوره في خانة الظهير الأيمن زميله في الفريق صالح لقمزي. ظهور صاحب القميص رقم 17 هو الثاني هذا الموسم. إحصائياته هذا الموسم تظهر تخليصا للكرة 22 مرة وتمريرتين حاسمتين. محمد الفتيل حافظ للأسبوع الثاني على التوالي على مقعد قلب الدفاع. قطع الكرة هذا الأسبوع 5 مرات وخلصها مرة واحدة فقط. أحمد عسيري استحق التواجد في خانة قلب الدفاع الثانية، سجل باسمه هدف الاتحاد الثالث على الخليج في الدقيقة 39. عدنان فلاته يفوز معنا لأول مرة في القائمة المثالية لهذا الموسم، استحق خانة الظهير الأيسر بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 3 إثر إحرازه هدف التعاون الأول في شباك هجر. ننتقل الآن إلى خط الوسط وعلى الجانب الأيسر، حيث كتب توفيق بوحيمد اسمه من نجوم القائمة للمرة الأولى هذا الموسم بعدما صنع هدفي الفتح وساهم في قيادة فريقه للفوز على حامل اللقب النصر. يجاوره في خانة الوسط الأيمن علي عواجي لاعب الوحدة. هدفه في شباك الرائد ساهما في اختياره ضمن القائمة المثالية للمرة الثالثة هذا الموسم. في خانة محور الارتكاز الأولى تواجد العراقي سعد عبد الأمير لاعب القادسية، يفوز بالخانة للمرة الثالثة هذا الموسم إثر إحرازه هدف فريقه الثاني في شباك نجران. للأسبوع الثالث على التوالي حافظ عبد المجيد الرويلي على مقعده في محور الارتكاز، سجل هدفا وصنع آخر أمام هجر. أرقامه هذا الأسبوع تظهر 123 تمريرة منها واحدة فقط حاسمة. ننتقل الآن إلى خط الهجوم، حيث حجز المقعد الأول حمد الجهيم لاعب الفتح. هز شباك النصر مرتين في مشاركته 19 بمباريات الدوري السعودي. هذا الفوز رفع رصيد الفتح إلى 34 نقطة. مقعد الهجوم الثاني فاز به وللمرة الخامسة هذا الموسم لاعب الأهلي عمر السومة بعدما تألق وسجل هدفي الفوز لفريقه أمام الفيصلي رافعا بهما رصيده من الأهداف إلى 19، تصدر بها ترتيب الهدافين. ومع عمر السومة نبقى، حيث نال اللاعب السوري نجم الجولة 22 للمرة الثانية هذا الموسم، قاد الأهلي للفوز وتعزيز مكانه في الصدارة برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال. لأول مرة هذا الموسم ينال الجزائري خير الدين مضوي لقب أفضل مدرب. قائد دفة الوحدة خطف 3 نقاط ثمينة من الرائد، وضعته في المركز العاشر برصيد 23 نقطة. صافرة كلاسيكو الرياض فازت لهذا الأسبوع. الحكم مرعي العواجي أشهر في اللقاء 4 بطاقات صفراء من أصل 34. هنا نختم كالعادة ونعود إلى بتال في الاستوديو. ويلتحق بنا في الاستوديو زميلي مسلي المعمر الناقد الرياضي. مسلي اهلا بك. يا هلا يا تشكيله اصواتك او صوتك نافذ في كل المراكز.
أنا مستشار بالتشكيلة ومصوت بعد. أي. تقريبا 9 لاعبين. من اختلفوا معك الزملاء وصار معي صوتك أقل في بعض الأشياء؟ ممكن عسيري، ما نبغى نحدد، ما ودينا نحدد أسماء. لا لكن ما فيها شيء، عسيري هي كل جولة. والجهيم يعني دخل التشكيلة بفارق صوتي يعني. أي. ممتاز. طيب نبدأ من العويس. الحقيقة أنه حارس لفت الأنظار بأشياء كثيرة، أداءه وأيضا روحه. المسألة مو بمسألة يعني من اللي ما مثل الحارس اللي ما يتسجل على أهداف كثيرة وكذا. البروز في الوقت المناسب أو في المباريات المهمة هذه يعني تصنع اللاعب النجم. محمد العويس يعني مستوى ثابت طوال الموسم، في المباريات المهمة تجده موجود يعني، وروحه تكون حاضرة ويعني حتى يعني ممكن يوجه يعني جيد لللاعبين في خط الدفاع. نعم. يعني ما هو متردد في الخروج من مرماه، يعني عنده شجاعة يعني في أحيانا في الخروج، ولو أن الخروج في هدف الهلال يعني ممكن ما كان يعني دقيق 100%، لكن وما يعني كان خاطئ 100%، لكن ما كان دقيق 100% يعني أنا مو خاطئ 100%، لكن في الشوط الأول لولا بروز محمد العويس كان يعني ممكن الهلال يخلص المباراة من الشوط الأول يعني. فأدى مباراة كبيرة وفعلا يستحق أنه يكون الحارس إلى الآن هو الحارس الأول في الموسم، وأيضا هو الحارس الأول في هذه الجولة. نعم. توقع يكون حارس المنتخب في التصفيات الجاية؟ هذا الطبيعي يعني، لكن المفروض والمنتخب طبيعي. أحوج ما يكون إليه، مع كل احترام للحراس الموجودين ما شاء الله عليه يعني، كل المقومات الحارس المرمى الممتاز موجودة فيها، من ناحية البنية أو الحضور الذهني، الشجاعة في المرمى، أيضا توجيه المدافعين، يعني ما شاء الله عليه يعني مشروع حارس يعني ممتاز جدا. ممتاز. خلنا نروح لقلوب الدفاع السناترة. عندك عسيري وفتيل. فتيل الشاب وعسيري ما نقدر نقول عليه مخضرم، أيضا ما يزال شاب ولكن ليس في بداياته. عسيري عاد اكتشاف نفسه، ارتاح بعد ما جدد عقده يبدو لي، وصار يلعب كويس، وحتى كقائد يعني في المباريات اللي يظهر فيها مع الاتحاد كان ممتاز في الفترة الأخيرة. نتكلم عن اللاعب اللي يعيد نفسه من جديد للواجهة. هذه تعتمد على عقلية اللاعب يعني. طبيعي جدا عندما يعني قبل نهاية عقد أي لاعب يكون يعني حضوره الذهني يعني غير جيد، لكن في المباراة هذه بالذات يعني أحمد سجل هدف، كان يعني أداء في المباراة يعني جيد، عكس بقية مباريات الموسم اللي مثلا في مباراة يعني يكون خارج التشكيلة أو يعني يكون حضوره ما هو بأحمد عسيري اللي قبل سنتين أو ثلاث سنوات، أو ما هو في حضور المدافع اللي يحتاجه فريق كبير زي فريق الاتحاد. جميل. لكن مباراة الخليج كانت يعني أفضل مباراة تقريبا في هذا الموسم. جميل. حتى فرحتها كانت مميزة جدا. نعم. نروح للقميزي. القميزي برز مع منتخبنا المنتخب السعودي الأولمبي، اختفى فجأة والآن يعود للظهور، يلعب أساسي وحسم معاد احتياط له. هو تقريبا لعب 7 مباريات إلى الآن أساسي. تكلم عن مباراة الأخيرة على الأقل. أي ومجرد أنه يعني ينافس حسن معاد على الخانة هذا أمر جيد جدا بالنسبة له. في المباراة هذه يعني أو في الجولة الأخيرة يعني كان مستواه يعني كان مميز، وكان يلعب يعني أمام فريق يعني قوي مثل الهلال، واجه ضغط كبير، عطاءه بشكل عام كان ممتاز. جميل. علي عواجي لاعب يبرز في الجولات الماضية ومتألق وشاب صاعد. من اللاعبين المفضلين عندي علي عواجي يعني جدا يعني ما شاء الله عليه، مهاراته عالية جدا، هو في الأساس يعني مهاجم ثاني أو مهاجم متحرك، مهاراته عالية جدا، يهدف يعني، وهذه يعني صفة نادرة انك تجد لاعب متحرك مهاجم متحرك ويجيد التهديف. سجل هدفين، الأهم انه قلب نتيجة المباراة، كان الوحدة متأخر بهدف. نعم. على الرائد وسجل هدفين وغير مجريات المباراة، وفي مباراة مهمة جدا أمام الرائد اللي ينافس الوحدة على الهبوط. في لاعب أيضا مميز في هالجولة الجهيم، هز شباك النصر مرتين كافية للفوز على النصر. هز شباك حامل اللقب بهدفين في دقيقتين يعني. نعم. وفعلا يعني كان يعني مواصفات المهاجم التقليدي متوفرة لديه. أحمد الجهيم إذا ما تم التعاقد مع لاعب أجنبي أفضل منه في هجوم الفتح سيساعد حمد الجهيم ويبرز بشكل اكثر يعني. هو مشكله حمد انه ما فيه مهاجمين معاه في الفتح يعني، هو تقريبا هو المهاجم الوحيد او اللاعبين الاجانب اللي لعبوا الفتح السنه هذه في خط الهجوم ما كانوا في المستوى المعمول يعني. ما راح يتكلم عن السومه هجم الجوله، تكلم الناس كلها تتكلم عن السومه ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه من شر الاصابات. خير الدين مضوي مدرب الوحده، اخترتوه كافضل المدربين.
خير الدين مضوي طبعا ساهم يعني في 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 هزيمة المنافس، واحد من المنافسين الرائد على على الهبوط. نعم. ايضا خير الدين مضوي غير شكل الوحدة من بدايتها للوحدة، يعني الوحدة خير الدين مضوي قبل ما يجي الوحدة ترى حقق نجاحات كبيرة مع وفاق الصيف، وانا اتمنى ان يستمر. انا طبعا يعني ممكن ما اكون متحمس للمدرب اللي يا انا اقول يا مدرب سعودي او مدرب اوروبي، لكن خير الدين مضوي صراحه من المدربين العرب اللي لهم بصمه، واتمنى ان يكون السنه الجايه في فريق الوحده او في فريق اخر في الدوري السعودي. جميل، شكرا جزيلا زميلي مسلي على معمار. شكرا لك. شكرا مسلي. وقفتنا الاخيره نتابعه بعدها بعد الحادث المروري، لاعب الوحده يتحدث للعربيه. في أيدي أمينة مع بريدجستون. وحده فلاش باور بيمنحك أقصى حماية وانتعاش طول اليوم. سعودية.com أسهل. بابا أنا سويت الحجز، يلا نختار المقاعد. إيش سويت حجز؟ سويت حجز. سعودية.com أسهل طريقة لإتمام حجوزاتك وإصدار تذاكرك وبطاقات صعود الطائرة. ثلاثة جنب بعض، أنا هنا أنت هنا أمك جنبك. أبو نواف يلا رح نشتري شنط. أقول لك هذا يشتري شنط. سعودية.com أسهل. رأيك مزيل العرق بحقق لك النجاح، الشهرة والأضواء، كل هالشي بفضل مزيل العرق؟ أكيد لا، وحده فريش باور بيمنحك أقصى حماية وانتعاش طول اليوم، بس الباقي عليك. نيفيا للرجال، لتكن البداية معك. بابا أنا سويت الحجز، يلا نختار المقاعد. إيش سويت حجز؟ سويت حجز. سعودية.com أسهل طريقة لإتمام حجوزاتك وإصدار تذاكرك وبطاقات صعود الطائرة. ثلاثة جنب بعض، أنا هنا أنت هنا أمك جنبك. أبو نواف يلا رح نشتري شنط. أقول لك هذا يشتري شنط. سعودية.com أسهل. دالة من الطبيعة. مهما اختلفت طرق تعبيرنا عن المحبة، يبقى طعمها دايماً أحلى بالمشاركة. لبن المراعي للمحبة طعم. حتى لو ما استقبلوك زي كذا، وصولك سالم يعني لهم الكثير. بابا أنا سويت الحجز، يلا نختار المقاعد. إيش سويت حجز؟ سويت حجز. سعودية.com أسهل طريقة لإتمام حجوزاتك وإصدار تذاكرك وبطاقات صعود الطائرة. ثلاثة جنب بعض، أنا هنا أنت هنا أمك جنبك. أبو نواف يلا رح نشتري شنط. أقول لك هذا يشتري شنط. سعودية.com أسهل. أهلا بكم من جديد. محترف الوحدة الكاميروني أرنيس نفور تعرض لحادث مروري و
المتسائلة: الوحدويون بعدها هل انتهى موسمه عند هذا الحد؟ اللاعب يجيب. الحادث وقع بعد المباراة أمام الرائد. كنت مع زميلي ليما نقود السيارة من مكة إلى جدة. وصلنا على بعد 5 كيلومترات من جدة وجاءت سيارة من الجانب الآخر اصطدمت بالحاجز الإسمنتي توجهت نحونا. لم يكن أمامنا أي وقت للتصرف والضربة كانت قوية. السيارة كانت من ذات الدفع الرباعي. سمعت صوتا كالانفجار وفقدت وعي بعدها. أخبرني زميلي ليما بعدها بأن سيارة إسعاف جاءت وأخذتني للمستشفى. الفحوصات أشارت إلى إصابتي في رقبتي، ليست كسرا لكنها بحاجة لعلاج لستة أسابيع، وعلي ارتداء دعامة للرقبة طوال هذه الفترة. إيماني كبير بالله وأنه نجاني من الموت. يجب أن أواصل عمل الفحوصات الأسبوع المقبل في المستشفى لمتابعة تطورات العلاج، وإذا احتاج الأمر أكثر من 6 أسابيع فإن موسم الكروي انتهى مع الوحدة. وحدها قدرة الله ستحدد إذا كنت سأعود اللعب مجددا الموسم الحالي. الحادث يجعلك تعيش وضعا مختلفا، وأنك قد تغادر الدنيا دون أن تودع الأصدقاء والأحباب. أسعى الآن لخدمة الله في حياتي. أسعى الآن لخدمة الجميع في حياتي بعدما تعرضت له، لأن الحياة تمر بسرعة بشكل لا يمكن تصوره، وأشعر بأنني إنسان جديد وبرؤية مختلفة للحياة. فريق الوحدة يعيش وضعا جيدا داخليا، لدينا استقرار واطمئنان مع الإدارة والطاقم الفني. الصعوبات أمر معتاد في كرة القدم، لكن هذا لا يؤثر علينا. أنا سعيد باللعب مع الوحدة رغم أن عقدي ينتهي في شهر مايو. آمل أن يعرض علي التجديد من الرئيس لأنني أرغب بالاستمرار معهم، وإلا أتطلع للعب في السعودية مع فريق آخر أو العودة إلى أوروبا. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. سلامات لأرنست نيفور، سجل أهداف جميلة في الدوري السعودي. سلامات أيضا لزميلي هليمة، وعودا حميدا إن شاء الله للملاعب. الحقون على ما تبقى من هذا الموسم. كل السعوديين فرحوا بعودة فتى المستحيل قبل المونديال. نحن بأمس الحاجة له. لقطة ختام وألقاكم.